صباح النور، كيفكم؟ مزيانين؟ مدخمين؟ نهار جديد وفلوق جديد ان شاء الله. جبرتونا دابا حنايا، يلاه غادي نخرجوا. صافي لبست عليا، ديما كنصور لكم حتى كنكون صافي حتى كنوجد مع توجد، راكم عارفين كي دير الوقت. بس هاد الطربوش هذا راكم عارفين، مره قايله مره الغيوم، وراه اليوم طاحت الشتا تبارك الله. في الصباح كاع ما صورت لكم، اللي كنا نيت كنفطروا كانت كتنقط الشتا، وراه برد، راه دابا 15 درجه، وفي الليل كيزيد برد، كيبقى ينقص حتى 7 ديال الدرجات. الصراحه راه برد هنايا في ماديرا اكثر من تينيريفي، واخا الصراحه حتى تينيريفي راه كان فيها برد، سورتو في الليل ملي كيطيح الظلام، يعني مع المغرب كيبدا البرد بزاف كان تما. مهم، هذا هو الاوتفيت. لبست واحد التوبا سبادرينا ضروري، نوريكم سبادرينا ضروري حيتاش غادي نتمشاو اليوم، غنمشيو بجوج ديال المواطع اللي مزيونين بزاف ولا يمكن كثر. المهم ديك الساعه تشوفوا معنا فين غادي نمشيو كامل. المهم هانتوما معايا في الديوان، شدينا كلشي عليها، كيبان لكم هنايا الظلام، وحنايا دابا خارجين، الريحه د الماكله مزيونه. خلعتيني نسحب لي الزرمومات. شحال عامر؟ عامر كامل. ديما مشكل ديال الباركينغ والعقابي هنايا. نوريكم حاودارة تهبط فيها تطلع فيها، نفس الشيء بالنسبة لهنايا، الطلعة هنايا وهنايا باش كتطلع فين هنايا ضروري ما كتطلعش فيا في الدروج، واخا جينا حنايا في السفلي. المهم ما دايرة عامرة عقابي، طلعتها هبطت طلعتها هبطت. بسم الله على بركة الله، دابا غادي نشبرو الطريق. عندنا تقريبا شحال 30 دقيقة ديال الطريق، نص ساعة ان شاء الله. ملي غادي نوصلو غادي نوريكم تما، بعدا ما قلت لكم شي فين غادي نمشيو. غادي نبداو دابا ببانانا ميوزيم، هانتوما غتشوفو معايا شني فيه كامل، باينة هي من السمية، كيبينو تما بلونطاسيون دي بانان، وفي نفس الوقت ميوزيم ديال لي بانان ديت. او صافي، المهم هانتوما معانا، ملي نوصلو ان شاء الله نرجع لكم. يلا حنا دابا طلعنا في هاد القنطرة هادي باش نقطعو غير الشارع. حنا صافي دابا في باركينا، وشوفوا معايا على منظر هنايا عاود كيحمق الصراحة، فيها مناظر مزيونين. وصافي حنا دابا هابطين باش قطعنا الشارع وصافي. وهنايا كيف ما كيبان لكم كاينين الشجر ديال البنان كاملين فوقي، إذا لاحظتوا شفتوا والله حتى كتخدم. المهم احنا دابا وصلنا في هاد بانانا، اللوغو ديالهم بام سنترو دا بانانا دا ماديرا، وهنايا فين كناخدو التيكي، وفي نفس الوقت عندهم هنايا باركينغ، ولكن حنا باركينا شوية بعيد على هنايا غير شوية، هي هاديك باش نتمشاو وصافي. وصافي هنايا التيكي، انا غادي نقول لكم بشحال. وبالنسبة للوكاليزاسيون فين جا، إذا بغيتو تعرفو فين جا بالضبط، راه كنعمل لكم كلشي في الديسكريبسيون، غير دخلو سيغ باغ دانفو، راه تما تجبرو كلشي، حيت بزاف كيبقاو يسقسيوني وأنا كنبارطاجي معاكم كلشي تما. هلا تو تيكيت تو بيرسون بليز. I don't know if you hear what I was explaining to these people. No. Okay, so the visit is divided into parts. You have the museum where you have a guide, and the exterior part you explore by yourself. The next visit will be in Portuguese because we have a group waiting for that visit.
So in order to you to not be waiting too much long, if you want, you can explore the exterior part first. Mm-hmm. And let's say in about 20 to 30 minutes, you the visit will start in English inside the museum. Okay, perfect. It gives you enough time to explore calmly, okay. And yeah. Then the rest of the visit. Great. Okay. Okay. Thank you. إذا شي واحد كثر من 65 عام كيخلص غير 6 أورو مزيانة عاملين هيك احنا يا دابا دخلنا كنكتشفوا المطاع نقلب كاميرا باش نهضر معاكم هذا المطاع واعر نوريكم يلا دخلنا له هي هذيك نهضر معاكم شوفوا هاد لي بلانط هادو باقي صغارين مهم مطعم زين الصراحه واش لي كيبيعوهم ولا كيفاش ولا كيوريو صافي هنايا زعما وهما باقي صغارين كيف كيكونوا دابا هادو تقدروا تزرعوهم في اي مطعم باش يزيدوا يكبروا مهم بالنسبة للتيكة بعدا 8 أورو للواحد يعني جات 16 أورو بجوج بينا شني آخر وإذا كنتوا أكثر من 65 عام كتخلصوا غير 6 أورو للواحد وصافي هادشي اللي كاين شني آخر وشني قالنا قالنا زعما دابا كاين فواحد الجهة فين كيشرح واحد الكيت تما كيهضر غير بالبورتوغيز باللونجلي كاينه من دابا واحد نص ساعه قالنا زعما دابا دخلوا يعني دوروا هنايا شوفوا شني فيه كامل وملي دوز نص ساعه عاد مشيو لواحد الجهه اخرى فين غادي يكون تما شي واحد اللي كيهضر باللونجلي وصافي انا كندور هنايا بحال شي حمقه وصافي مهم هادشي اللي كاين هانتوما معانا نستكشفوا موطع شني فيه كامل ها اش الزرمو عامرة بيهم هذا مانغ هذا الكرمز يعني كاين بزاف ديال اللي فخوي هنايا ما نقدرش نقطع ناكلو تشهيته كرموس والله الا تشهيت طيب اللي اديته انا قصحة هذه ما نعرف طيب والله الا طيب ما نقطعوها شي ندور لكم تشوفوا هذه الشجرة ديال الكرموس والله الا شهوني بيها هذا كيما طايب ما كرهتش نقطع ناكلو ما خصو يتغسل وقيله ضروري وهذه الشجره ديال المان كيف ما كيبان لكم صحاب لي كاين هنايا غير البانان صدق راه بزاف الحاجات اخرين هنايا حتى هادوك ديال المانغو وقيله جاني بحال هذا مي هادو كبارين عليهم هادوك يمكن باقي صغارين اولا يمكن هذاك الخوخ ما ماكداش بعيد عليا مطعم زيون بزاف كنصحكم تجيو ليلو هنايا فين كنت قبيلاتي باش كنت كنهضر معاكم كاينين بزاف هنايا ها اخرين وقيلا كل واحد داياش غنشوفو هذا هذا بانو لي مبدلين على هادو بحال اللي دخلنا لهم قبيله شوفوا هادو شني مكتبين فيهم ما كنفهمش انا في فيفيروس دي كريسيمينتو فهمت شي حاجه حتى انا ما فهمت نشوفو هنا شنو كاين وقيلا نيت هنا ديال البنان هي هذا باقي صغير بزاف يلاه كي نبتوهم كراتي ندي معايا شي وحده ولكن خص ضروري وقيلا الجو ديالهم حيتاش كيف ما كتلاحظوا هنايا عاملينهم في هذا الموطع اللي مشدود يعني يمكن كيكبروهم هنايا الاول عاد من موراها كيمشي كيزرعوهم هادشي مزيون بزاف وهادو بداو يكبروا حتى هادوك تما صغارين هادو بداو شويه كيحمقني هادشي انا كرهت شي يكون عندي شي بلاصه بحال هيدا اللي عنده السطح يقدر يعمل هيدا الصراحه يشدو من فوقي ولكن خص ضروري باقي لا التهويه ديالو الرطوبه ما عرفتش شنو كيعملوا كامل
اللي كيفهم في الزراعه يقولنا في كومونتير كيفاش. وهنا يا هادو ديال البنان، هاد الشجر ديال البنان، واو تبارك الله شحال هادو كاملين. رايكم كيبان لكم هنايا البنان؟ وشوفوا هنايا البحر والغيوم كيحمقوا، تقول بحال شي بونجون. ها هو البنان، شو هادي سبحان الله ريحة البنان قوية. لما كيعرفش الشجرة ديال البنان هي هادي، الوراق ديالها كيكونوا قاصحين وكبارين طوالين قويين باين عليهم. مزيونين والله الا واعرين. اصلا كاين اللي كيعمل شي اكله بيهم ياك، كيلويو فوسط منهم شي حاجه وكياكلوهم. فحالاش مثلا عندك شي فكره؟ والو حتى انا نسيت. غيكون المهم اسيا غيكونوا كيعملوا هادشي بزاف هما. ها بنانة اخرى، بنانة بنانات هنايا وهنايا. واو بحال فوسط شي جانجل دابا حنايا. بانانا جانجل وهنا كاين حتى الطواليت كيف ما كيبان لكم، كاينين حتى دي كافيه هيدا اذا بغيتو تشربوا شي حاجه، عاملين كراسي اذا بغيتو تجلسوا مثلا بحال هنايا. فيه منظر واعر على البحر، راه هو ندخلوا نشوفوا. صراحه مزيون المنظر عجبني. هاي طلعنا العقبة واو نكبروا هذا. واو 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 شوفوا معايا، واو هاد الشجار شحال مزيونين. شوفوا هادي عاوتاني الشجرة ديال شي فروتة اخرى، ما نعرف داياش، نقرب لكم. ها هي يمكن المانك حتى هي، حيت عندهم المانك هنايا بزاف. انا جلست دابا هنايا فوسط هاد الشجاري وهاد المنظر ديال البحر اللي كيحمق. يا هذيك باش نجلس نهضر معكم واحد شويه، ويا هذيك نرتاحو. تمشينا بزاف. شنو كنت نقول لكم؟ راه كاينه باقي بلاصه اخرى. هاي بلاتي مشي. مهم كيف ما قلت لكم كاينه واحد الجهه اخرى اللي باقي ما مشينا لهاش، قالنا حتى دوز واحد نص ساعه عاد نمشيو لها، حيت تما كيكون واحد الجيد كيهضر لنا على هاد الشجاري هادو. مهم بزاف الحاجات ما عارفاش انا الصراحه بالضبط، حتى نمشيو له وديك الساعه نصور لكم ونشوفوا شنو غادي يقولنا كامل. فهاد الساعه هادي دابا اللي حنايا دخلنا فيها كيهضر ببرتغاليه عليها ما دخلناش، قالوا لنا حتى دابا واحد نص ساعه عاد نمشيو لديك الجهه باش يهضر باللونجلي. او صافي هادشي اللي كاين، وان شاء الله ملي غادي نرجع للدار غادي نصور لكم على ديك الفروته اللي كنا شرينا ديك النهار باش كنا تزرفنا. كنت صورت لكم، غادي نعمل شي فيديو ضروري يعني نبين لكم فروتات ديال هنايا ديال البرتغال ولا دماديرا فين حنايا دابا.
صراحة مبدلين أنواع مبدلين جونا وكنا دقيناهم عند تما ومزيونين. مهم كلينا شي وحدين ولكن خليت باقي آخرين باش نصور لكم وتستفدوا حتى نتوما. مع هنايا في مدارة كيف ما قلت لكم قبيلتي كاينين بزاف ديال الأنواع ديال الفروتة معروفين بيهم. وصافي هادشي اللي كاين، نخليكم دابا مع الكمال هاد الفيديو. So in here it happens very fast, it's just a few seconds, but in real life will take between 12 to 14 months since the beginning. Normally they come from the roots. So this will be like a continuous cycle. That one will grow, will produce the fruit, and then the baby ones will grow as well. Yeah, and it will continue to produce the fruit as well. Till she reached the point where the heart started to come out together with the last leaf of the plant. And the last leaf of the banana plant normally is smaller, it's not so big. So she will come out together with the heart, and then from the inside of the heart, you see these parts here? This is the bananas. The leaves of the heart then will start opening, and then the bananas will start coming out. In the beginning, they are pointing at the floor. After a while, the bananas start to turn up, and they look like big fingers. And then they just start out like this. I think there's another two people. They look like big long fingers. Yes. Like very skinny fingers. Yes. So the word itself, banana or bana, means fingers. Oh. And it's provenient from the tribes of the Gulf of the Guinea. Oh. It was brought around the world by the navigators at the time of the discoveries. And even the banana plant, we believe that it arrived here, brought by the navigators as well, on the time of the discoveries, brought from the southeast of Asia. Hello there! First of all, I would like to welcome you. I hope this visit to the history of the banana produced in Madeira comes as a nice surprise to you. Would you like to know more? And I'm here to answer all your questions. So the first question that he asks, it's how many bunches of banana one plant produces. So normally it's one. Yes. But let's hear it. A banana tree grows and produces only one bunch and then dies. With very rare exceptions, each banana tree produces a single bunch of bananas, which on average weighs about 35 to 45 kilograms. However, we can find bunches weighing more than 80 or even 100 kilograms. The second question is how long it takes for the plant to grow. The development of the banana plant takes on average about 12 to 14 months since it starts growing to the cutting of the bunch. It takes about 4 to 8 months from the development of the fruit to the cutting of the bunch, depending on the time of year and the altitude of the plantation. The third question that he asks is asking if a banana plant is a tree and if it has a trunk. So what do you think? Is it a tree? Is it a herb? Tree. Tree. Maybe tree. The herb. A herb, tree. Let's hear. So it's not a trunk. Actually, no. The banana tree is not really a tree, but a giant herb. It does not have a trunk, but rather a false stem that is formed by the sheets of leaves rolled up into each other and ending in a canopy of long, broad leaves. Mm-hmm. The leaves have a well-developed central vein that divides them into two fronts. The top side of the leaf is brighter, and the underside is duller. A banana plant can generate more than 30 leaves, and the last one it grows is much shorter. Each banana leaf can be more than 2 meters long. They are fragile, so they are easily torn into strips by the wind. That explains their typical appearance. So as you see, he's a giant herb. Yes. It's considered the tallest herb in the world as well. The next question is how much care a banana plant requires. So this year. Throughout the life cycle of the banana plant, the grower has to perform several planting operations that will benefit the quality of the fruit during its development, such as water the plant, select the best shoot that will continue production, cut the dry leaves, clean the bunch, and remove the flowers present at the end of the berries. When we cut the bunch from the mother plant, we cut all its leaves to allow the daughter, which is already born, and which will give rise to a new productive cycle, to get more sun and air.
That's why windbreaks are placed at banana plantations, stakes are put in place to support the bunches, and metal cables are tied around the collar of the highest bunches to lift them up. And of course, the last question had to do with the temperature. So, the banana plants, do you think they need like a lot of sun, they need rain? Sun, maybe. And the rain too. Sun? I mean, the water is needed as yes. well. Yeah. So let's hear. To have acceptable productions, the ideal average plantation temperature must be between 15 and 35 degrees centigrade throughout the year. The south coast of Madeira receives more sun, so the average annual temperature here is between 18 and 22 degrees centigrade. These are excellent conditions for growing bananas. Light is also very important for the development of the banana plant. It affects the size of the bunch, the quality, and even the conservation of the fruit. It is desirable that the plant receives more than 1,000 hours of light per year. That's exactly why a banana plantation is always so hot and why it feels so good to be in the shade of the banana plant. So, as you see, it's between 15 to 35 degrees that it needs for the plant to grow. But here in Madeira, we have sun all year through. Even on winter time, instead of having a lot of rain, we have sun. So it is good for the plant to grow as well. Yeah. In here on the back, we have a few utensils that are... We have as well what we call an enxada. This is wine. And we have as well the banana. So banana nowadays is the biggest from those three. We still have the production of the sugarcane, we still have the grapes, but banana at the moment is a bit over the other two productions. In here on the back, you have a few images that show you a little bit about the banana as well. So many years ago, plenty of people used to come here to the island, try to investigate and try to study productions. They did draw a discovery. It was in 1419 when the navigators, the Portuguese navigators, arrived in the island. From that moment onward, they started having, starting to build, they started to do other important things here in the island. Here in the island was in 1552 when a British author called Thomas Nicholls came to the island to try and study either the sugarcane or other plantations, and he found out banana plants here. That's why we believe that the bananas are here since the very beginning, and they were brought by the navigators at the time of the discoveries, proceeding from the southeast of Asia. If we move a little further, so as you see, diary of a visit to Madeira, Portugal, then here produce around 23,000 tons of bananas here and there. In 2008, it was when it was created our company, Jejba. Jejba is the company who deals with the production of banana here on the island. And, of course, for us, 2022 is actually the date more important for us because it was when it was created our center. If we move to that side. Who came to visit Madeira many, many years ago, so in the 19th century. And as you can see, in all of them, you have represented banana plants. So apart from this one, where you... The exportation route that goes from the three processing centers, Madalena do Mar, Ponta do Sol, and Funchal, to the port in Canisal, where they proceed the trip to Funchal, to Portugal, to main Portugal. We have 17 different species. You all like banana? Yeah. Yeah. A little bit. A little bit? Yes, for me. Well, you are still included in that number. Let me just put the percentages of banana production in the world. Yeah.
So Asia and Africa are the places in the world where it's produced more banana. They are biggest consumers as well. In Europe, it's only 0.30%. But that's not bad comparing to North America. In Europe, it only includes the islands, Madeira, Canarias, and the French islands as well, Martinique and Guadeloupe. North America, of course, is different, way worse than us. Europe is okay still. It's colder as well, so they don't tend to grow as much. The red banana, the banana itself, when it grows in the plant, it becomes a bit of brown, reddish color. I tried it already. I don't find it too sweet, and I found it a little bit hard when I chewed it. So it's a bit different, the texture as well. The blue banana, it exists in Hawaii, and it's called the blue java. Apparently, it has a little bit of a taste like vanilla as well. So, if you plan to go on holiday, you can go to Hawaii, see if you can try some blue java. Okay. If you go to this side, with the, what we expect about the future of the bananas here in the island. The life cycle of a banana tree is a testimony to nature's power. Likewise, the secrets of its production are a legacy of many generations of farmers. These secrets are passed on from grandparents to parents, reaching their children and grandchildren. However, a historical past and a promising present will be worthless if we do not care for what the future will be right from the outset. The future of these plantations, this fruit, and the planet depends on our ability to solve sustainability issues. How are we going to produce tens of thousands of tons per farming other ecosystems? How are we going to ensure an intelligent use of the water, this water that we take for granted, which will be the most valuable asset of the next century? How are we going to mimic the eyesight of birds such as lesser kestrels with drones, whose generated images help to control and measure production? On our final journey, we are transported on ships in refrigerated containers. A banana's journey can take many forms. They can be shipped covering long distances. Hello! عدنا مازلت شي باقي صورت لكم شي حاجه اخرى تما في ميوزيم اوف بانانا. صورت لكم شي لقطات وصافي ملي كنا دخلنا ديك الميوزي. مازلت شي باقي صورت حيت الستوراج ديال التليفون عمر كامل وصافي ما قدرتش باقي نصور حتى دابا بديت كنمسح شويه عاد دابا قدرت نهضر معكم. المهم كنتو شفتوا معنا دخلنا ديك الميوزي صورت لكم اصلا فيه شي لقطات ومن وراها قدنا نمشيو لواحد واحد الجهه فين غادي يعطيونا بانانا يعني فور فري. خدينا بانانا الواحد. انا دابا غادي ناكلها يلا قشرتها بديت نقشرها غناكل شويه منها ودابا غادي نمشيو لواحد مقطع اخر اللي اسمه كابو جيراو. غادي تشوفوا معنا فين غادي نمشيو دابا. واحد البلاصه مزيونه بزاف بزاف فيها منظر كيحمق وجات عاليه بزاف. المهم انتم تشوفوا معنا كابو جيراو. هنايا برد حيتاش العلو بزاف طلع عاوتاني فشي عقابي ولكن ساهلين ماشي صعابين بزاف الصراحه. هاهي الدخله نشوفو 589 متر. هيا انا كنت جالسه هنايا بياشير نمسح حيتاش قبيله دي كنت كنهضر وبقيت كنهضر صدق ما كان كيتصور والو تقطع بوحديتو. قلت لكم عندي مشكل دابا في الستوراج التليفون كامل عامر تعصبت لطيف كنبقى غير نصور 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 ودابا باقالي بزاف الخدمه باش نمونطي وننزل لكم في يوتيوب. خصني نخوي بعدا البيسي نمشي للدار نخوي البيسي. المهم كيف ما كتشوفوا حنايا دابا دخلنا احنا دابا ماشيين ملي نوصلوا ديك الساعه غادي نصور لكم باش ما نعمرش لاسباس ديال التليفون كامل. يلا كما كيبان لكم كاينين هاد لي ماشين هادو فين غادي تقطع التيكي باش تمشي تهلل في ديك المنظر.
individual. أو صافي وكتخلص سواء بكارتا أو لا بكاش. جوج أورو الواحد اللي هي دابا بجوج بينا 4 أورو. ما عرفتش يرجعو الصرف ياك، لا كيرجعو هنايا غير تكون مع الدنيا مكلصة. تلقى ما بغيتهاش. عندك شي أورو؟ أنا عندي 4 أورو. اختار من نعم المهم ديك الساعة كتجيبو الكارتة ديالكم هنايا. علاش؟ لا تبعد. ها شاد النحس احنا يا دابا دخلنا. المهم التيكي كيف ما شفتو بجوج اورو انا الواحد. احنا يا دابا دخلنا لهاد الجهه هادي فين كاينه دجاج الارض، والريحه هنايا كتحمق شجاري ما نعرف داياش فيهم واحد الريحه مزيونه. بليز دو نوت تاتش ذا فلاور. اصلا ما كاين حتى شي فلاور هنا. مهم حنايا هبطنا دابا. واو على منظر كتبان المدينه كامله وبحر. ويلي نوريكم. واو مدينه كامله كتبان من هنا. باقي ديك الجهه فين كاين الجاج عليها كتشوفوها عامر بلا قياس. حنايا دابا غير واقفين غير هنايا كيف ما كيبان لكم. تا هو راه تحت منه راه كيبان الاخوه، مي اخر راه العلو اكثر من هنايا. واو صافي خويا شويه تما عاد نمشيو حيت كيبان عامر بلا قياس. مي ظاهره مع اخواش بزاف الناس كيخافوا هنايا ما عرفتش علاش. صراحه ما كيبانش كيخلع بزاف حيت ديجا كاينين هاد النقاط هادو. زائد باين راه كيفصل يعني هاد الشيء كامل مجموع مع بعضياته بحال هادي. الظاهرة خايفان صافي. حنايا دابا راجعين فحالنا غنخرجو من هنايا بارك علينا. والشتا دابا بدات كتنقط ظاهرة غادي طيح الدق هاد الشتا. حنا دابا غادي نمشيو باش نتغداو سو يلاه هو معانا. صراحة ما دورناش مزيان الداخل، مشينا ديريكت غير فين ديك الارض الزجاجي اللي وريت لكم.
وصافي ومع جانا الجوع كنا نتغداو بعدا وديك الساعه شي نهار اخر نجيو لهنايا حيت حتى هنايا فيه ما يتشاف كاينين شي جهه اللي كتبقى هابط في وسط الجبال كاينين تما الدروج المهم كاينين مناظر مزيونين تما الصراحه المهم هادشي اللي كاين ودابا الشتا بدات كتنقط من قبيلاتي وهي كتنقط وهنايا الغيوم بزاف وبرد كيف ما قلت لكم قبيلاتي المهم هادشي اللي كاين وكاينين بزاف الحاجات من الداخل كاين اللي كيبيعوا تما اللي بغى يشري شي حاجه كاينين حتى طواليت بالتاكيد المهم كاين كلشي صافي هادشي اللي كاين احنا يا دابا راجعين غنمشيو نتغداو ونشوفو فين نمشيو باقي يلا هانتوما معانا هلا ومهم جينا باركينا هنايا دابا باش نمشيو نتغداو فواحد البلاصه جبرناها غير في جوجل وصافي يعني هنا كاين بزاف ديال لي ريستو اصلا ها هو واحد حدانا ريستورانتي ان اسبلانادا اسبلانادا شنو كتعني اسبلانادا واو راه مندار فوق منه خطوط هنا بزاف القطعي كتشوف فيها من قبيله وضبين ياك ولا يمكن حاملة هلاو المهم حنا جينا دابا لهذا الريستو هذا يلا جلسنا وكوموندينا كنتسنى كوموند ديالنا وصافي مهم هانتوما معانا الجو بارد جاني برد شويه الصراحه جابلنا هاد المقبله هادي قلنا زعما اذا واش بغيتوها باش تذوقوها اكله ديال ماديرا قلنا له واخا وجابلنا دابا هي الاولانيه كيبان بحال الخبز فوسط منه الزبده والربع وصافي تاكلو بصح فيها حتى الثومه هو هذا هاد الطاطا مسلوقة هذاك بحال السردين ياك هو ماشي بحال السردين ديالنا المهم بدل عليه شويه الوجه ديالو في الشكل كيخلع والله ديك الساعه نوريه لكم اذا جبرتونا نخلي لكم شي فوتو ديالها هنايا في جهه وهنايا الروز عادي وانا ديت سباغيتي سي فود هيا انا غرفت احنا رجعنا للدار وشتا بس كتنقط اجمل جو ياك هذا الجو حنايا اللي كيعجبنا بروده وشتا ما كاينش بحاله صباح النور حنايا دابا كنفطروا وجدت الفطور حدقه الله على الحد اسمع قطعت هاد الدراغون لاحظت هي ماشي بحال المره اللي فاتت حتى هي دراغون عليها عطاتنا اذا جوج عطاتنا ثلاثه مبدلين جوج برا ديالو كيبان غوزي بحال اخرى هي ما فيها تماطه ولكن المهم حتى هو كيتسمى دراغون واخر صفرة معاوتاني ما نعرف كيف عامله من الداخل